الأخ حمية في إطار الجمع العام المنعقد أول مرة لجمعية حماية التراث الصحراوي، شنو انطباعك على العملية الديمقراطية اللي شملت يعني تعيين المكتب الجديد؟ على كل حال نتمنى ونطلب، بل هذا هو الهدف من أهداف الشعب الصحراوي، إعلانها الديمقراطية والشفافية التامة التم على جميع المستويات، لأن احنا متباركين مع نبنو مجتمع ونبنو دولتنا على أسس سليم، على أسس صحيح، وعلى أسس اللي هو يرضي الشعب الصحراوي، وبالتالي وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، وهذا يتم لا بالاختيارات الديمقراطية والشفافية. وإعلن لازم إعلان الصحراويين كاملين يعود صوب عينيهم هذه المسألة، لأن هذه تجي في المعركة الثانية. رأيك إحنا متباركين على معركة التحرير، ولكن هذا لا يعني إعلاننا لا ينهملوا المعارك الثانية، والله بناي مؤسساتنا على أسلوب سليم كيف قلنا، وأسلوب ديمقراطي كيف قلنا، وهذا هو الانطباعات اللي بات لدريك. وقع الإنسان ما هو لا يشكر راسه حتى يا غير بعد اللي شفت، لأنه أنا بعد اقتنعت فيه، وهذا هو المهم. من داخل الإطار يعني الإطار الثقافي، شنو الرسالة اللي الدور تلحق للجماهير عبر فريق عبر الفريق الإعلامي؟ نشكره بعد قاع مبدئيا هذا الفريق، لأنه ثبت لنا جدارته قطعا في الميدان، وهذا هو المهم، وهذه اللي ما يشكر، لأني أنا قاع أصلا ما نشكر صحراوي على واجبه، ولكن هذه هي الحقيقة. ومن خلال هذا الفريق نبغى نقوله للصحراويين كاملين، إعلنهم يتجندوا ويتحزموا، وبصفة خاصة في هذه المرحلة اللي النظام المغربي متبارك مع يحدث شتات، ومتبارك مع يحدث يعدل سيناريوات وتركيبات ودعايات اللي هي ما عندها علاقة بالتاريخ الصحراوي، ولا عندها علاقة بالثقافة الصحراوية، ولا عندها علاقة بالمعركة الصحراوية. وحد مشتغل فيها قطعا منه يعرف ولا هي يعرف. إعلان هذه الغبور اللي هو تتلازلهم هذه المجموعات، هي امتدادها فيها اللي عادلوا ألف عام ميامي العمان، وكانت موجودة سابقهم، ولولا التاريخ ما وصلتهم. معناها عن التاريخ يسجل، ومعناها عنك يا حد تعدى الخاسر للشعب الصحراوي وتلود الخاسر للشعب الصحراوي، هذا راه مسجل عليك. إما لا عندك مسلتين، واحدة منهم يسجل لك والله يسجل عليك. إذن إعلان عمل الإنسان هو هذا، وقطعا من الشعب الصحراوي ما في صالحه هذا التشرق، ولا في صالحه هذا التشتيت، ولا في صالحه. ولكن فليفهمون هذو المعنيين بالأمر، إعلان الشعب الصحراوي حزم دبشه ومكنوا 12 أكتوبر 75 ومزال، لأن المحطة من المحطات المعاصرة هي يوم 17 شهر 6 70، تبعتها يوم 10 في ماي 73، تبعتها يوم 20 في ماي 73، تبعتها 27 فبراير، واتباعا إلين لحقنا قديم يزيك، ثم 4 ماي هذه الحادثة. إذن لأنه هذو يفعلون ما يفعلون، ولكن هذا اللاصق يفواد، والسلام عليكم ورحمة الله.